معركة بين كاني ويست وكايلي جينر بسبب تنافسهم على أحد خطوط التجميل، أما كيم كارداشيان فتقف حائرة بين زوجها وشقيقتها. Hair extensions, nail polish, lip gloss. مستحضرات تجميل اشتهرت بإنتاجها كايلي جينر، لكن يبدو أن هناك منافس جديد ومش غريب كتير. كاني ويست زوج أختها كيم كارداشيان قرر هو أيضا إطلاق ميك اب لاين باسم دوندا. كايلي جينر أطلقت ماركتها الخاصة كايلي كوزماتيكس في العام 2015 وتعاقدت لتظهر كوجه دعائي لشركة بوما في العام 2016. وتعاون كانيي مع أديداس لإطلاق كلودين لاين عنوانها ييزي. كانت كايلي قد شاركت أختها كيندل لإطلاق خط إنتاج مجوهرات في العام 2013 وخط لإنتاج أحذية وحقائب في 2014، أيضا خط لإنتاج ملابس في 2015. أما بالنسبة لكانيي فقد سبق وساهم بمجموعة مشاريع في مجال التجارة، كان من بينها سلسلة مطاعم بدأ في افتتاحها في العام 2008. وهذا المشروع ليس هو الأول الذي يحمل اسم والدته الراحلة دوندا، والتي توفيت في 2007 بعد مرور يوم واحد على خضوعها لعدة عمليات تجميل. فسبق أن اختار كانيي اسم دوندا لشركة تصميمات أطلقها في العام 2012. وكان كاني قد نشر على تويتر في 2016 ما أطلق عليه خريطة دوندا التي كتبها منذ 4 سنوات، وهي تكشف عن خطته في عمل مشروع باسم والدته الراحلة يشمل كل شيء، بداية بأثاث منزل، ألعاب فيديو، فنادق، مستلزمات طبية وحدائق للتنزه وحتى سيارات. أما كيم المسكينة في حيرة كبيرة، هل تقف مع أختها أم زوجها؟ خاصة أنها لا تريد إزعاج كانيي لما يعانيه من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة. وعن كيمز ليتست نيوز فهي تحضر لإطلاق خط عطور جديد كانت قد أشارت إليه في الموسم الأخير من Keeping Up With The Kardashians.